الحديث عن هذا الموضوع معنا محمد إياد تركاوي، هو اختصاصي تربوي ونفسي من مكتب غازي عنتاب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح معنا. صباح الخير. سيد محمد، يعني بداية بالفعل، ما الحديث اليوم الذي يمكن أن يكون مع الأطفال خاصة الذين ولدوا خارج سوريا بالحديث عن البلد الأم؟ ما طبيعة هذا الحديث؟ نعم، أول شيء أهلا وسهلا فيكم. هلأ حقيقة مثل ما تفضلتوا بالتقرير، المهمة صعبة، لأنه الطفل كيف بينبني عنده مفهوم الوطن بشكل أساسي؟ هو بينبني من بالبداية كطفل من مجموعة ذكريات بيعيشها هذا الطفل بهذا المكان، هي اللي بدها تكون له مفهوم الوطن فيما بعد لما بده يكبر. صح. وحقيقة نحن هاي الأطفال ما عاشوا هاي الذكريات، بالذات اللي ولدوا خارج سوريا. هلأ نحن كأهل إذا بدنا نكبر هذا الانتماء عند الطفل، هو ما عم يعرف من كلمة سوري غير أنه هو لاجئ، يعني ما عنده معنى تاني لكلمة سوري غير أنه هو بخيمة، أو حتى إن كانوا مثل ما قلتوا الأوفر حظا اللي بأوروبا أو بتركيا، بس بالنهاية هو عبارة عن خبر بيمرق قدامه يمكن كل يوم، أو حديث بين الأهل ليس إلا. تمام تمام. لذلك على الأهل تقنين هاي العملية حتى نحن نوصل لهم محبة الوطن. يعني أنا مثل بدي أرجع شوي، انطلق من الأخ على أنه اللي كان معاكم قبل شوي، شو اللي ربطه كل هاي السنين بحيث هو بيوم من الأيام بعد كذا سنة قرر يرجع على وطنه؟ معناتها حقيقة أهله كانوا عم يغزوا هذا المفهوم اللي بقي عنده كل هالسنين، بحيث لما أتيحت له الفرصة، نحن مثل ما بنتمنى للأطفال السوريين أنه بالمستقبل تتاح لهم الفرصة ليرجعوا على بلدهم، فإذا هن ما مرتبطين ببلدهم ما حيكون عندهم الدافع لأنه يرجعوا، وما حيكون عندهم الرغبة. هلأ الإجراءات اللي لازم ياخدوها الأهل ويكونوا بشكل مقنن يشتغلوا عليها، أول شغلة هي كيف بدنا نربط الطفل بالوطن. نحن لازم نعرض له، صح سوريا متعرضة لحرب ودمار، نحن لازم نقول له عن سوريا الحلوة، مشرقة من سوريا. صحيح، لازم نفرجيه. اليوم نحن يعني عصر التكنولوجيا ما عاد الكلام يكفي. انا بفتح له فيديوهات عن مناظر سوريا الحلوه، عن اماكن سوريا الحلوه، عن بعض العادات كيف بيعيشوها، لا مانع من بعض المسلسلات اللي بتحكي عن سوريا، عن بيئه سوريا، ما في مشكل، مشان يرتبط الطفل اكثر ببلده، نفرجيه صوره محببه. بينما اذا بدنا نفتح له على مناظر القصف ونقول له هي بلدك، هو كيف بده يرغب انه هو يرجع على بلده؟ بينما انا بفرجي سوريا الحلوه. هذا اول طيب. شيء لازم. اذا بنحكي مثلا بشكل حكايه او سرد مثلا، يمكن هي النقطه اللي كنت بدك تحكي عنها، شو النقاط اللي لازم نخبر الاطفال عنها؟ وهل بنخبرهم مثلا على شكل حكايه او بنقول لهم بشكل مباشر؟ لا، هلا اصلا مفهوم الوطن ما بيتكون عند الطفل كمفهوم وطن لبعد الخمس او ست سنين، يعني فهذا الطفل قابل لانك انت تحكي معه. فجوز الاصغر منه تحكي له حكايه مثل ما قلت، تفرجيه مسلسل، تفرجيه صور، بس الاكبر ممكن انت تحكي معه انه نحن من بلد اسمه سوريا، تعال شوف هي هي سوريا، صح هلا هي فيها حرب بس سوريا بالاصل هيك، فرجي المناظر الحلوه، فرجي القصص الحلوه، فرجي الفيديوهات الحلوه. اثنين، النقطه الثانيه اللي هي لازم نحن نطلع الطفل على تاريخ سوريا، يعني انه مين تاريخ سوريا، مو كمنطقه جغرافيه، مين هن السوريين، خليه يعتز بحاله ببلاد اللجوء بالنزوح انه انا سوري،
أنه أنا من بلد مثلا فيها أول أبجدية، فيها حضارة، أنا من بلد تتميز بهيك، فيها حضارة، أنا من بلد هيك. خليه لما هو إن كان كنازح بخيمة أو وين من كان يكون من بلاد الأرض، لما حدا يقول له أنت سوري كإهانة، هو يقول له لا أنا سوري وبعتز، لأنه أنا في عندي تاريخ كبير وعندي حضارة كبيرة. أنا الظروف اضطرتني إني أنا أطلع برات هذا البلد، بس أنا عندي تاريخ حلو بهذا البلد. هذا الكلام بيزيد ارتباطه وله فائدة على المستوى النفسي أصلا للطفل، هو بمكان اللجوء اللي هو فيه له فائدة إنه هو يعتز بسوريته كسوري. طب سيد محمد، ممكن نعم هاي الطريقة ممكن إنها تختلف باختلاف الأعمار للطفل؟ يعني نحن أكيد ما لازم من نحكي، أو يعني الطفل ذكي بالنهاية، وما فينا ممكن إنه نشوه الحقائق. نحن اليوم لازم نخبره عن بلد عم بتمر فيها حرب، أسباب هاي الحرب، ليش الناس اليوم عم بتموت، ليش طلعوا بالحرية ونادوا فيها. أي عمر ممكن إنه يتفهم هذا الشيء؟ وهل يختلف الموضوع؟ وهذا الحديث اللي عم تحكي بإخبارهم عن تاريخهم كسوريين واعتزازهم بسوريتهم، لأي عمر ممكن إنه يتبلغ؟ طبعاً يعني هلأ هو التبليغ ضروري، بس طريقة التبليغ بتختلف حسب العمر. يعني أنت لما قدامك، أنت بترضي عم توصلي مع أي معلومة كانت، الطفل لما بيكون عمره 4-5 سنين بتوصله إياها بطريقة مبسطة كتير. الأكبر ممكن تفوتي معه بنقاش، ممكن تاخدي وتعطي معه. يعني بعمر 7-8 سنين نحن متكون مفهوم الوطن، نطرح له إياه بشكل واضح. الأصغر بجوز نحن ننمي له ارتباطات عاطفية، نفرجيه صور حلوة، نفرجيه أماكن حلوة، بس الأكبر من هيك نحن ممكن نفتح نقاش جدي معه ونشرح له عن بلدنا ونوضح له شو هي بلدنا. يعني أنا مثلا التقيت بأطفال من أطفالي أو غيرهم، أنا بشرح لهم وبحكي لهم وبيدور نقاش بيناتنا، طيب ليش هيك صار بسوريا وشو اللي صار بسوريا. هلأ الأصغر ما بيستوعبوا هذا المعنى، أنه في حرب، في شخص عم يقصف، في هيك، بس الأكبر ممكن نحن نشرح لهم أنه الناس طلعت طالبت بالحرية، هيك صار بالبلد، بس نحن بلدنا بالأصل كان حلو، حتى نحن نزرع فيهم أنه نحن بيوم من الأيام لازم نرجع ونعمر هاي البلد. فمن عمر 7-8 سنين نحن ممكن نطرح هاي الأفكار ونعززها. طيب هلا ختاما، يعني من قبل كان في كثير سوريين مغتربين ياخذوا، بس بالصيف مثلا كانوا يجيبوا اولادهم على سوريا، يعرفوهم على قرايبينهم، يعرفوهم على الثقافه السوريه، على الاكل السوري. طيب هلا الاطفال اللي خلقوا مثلا باوروبا، كل شيء مختلف، الثقافه مختلفه، التعليم مختلف، كيف ممكن نرجع نحن نربطهم بالحميمية السورية، بالعائلة، بأنه هذا ابن عمك، هذا خالك، هذا كيف؟ نعم يعني هلأ مثل ما تفضلتوا بالبداية بالتقرير، حقيقة المهمة إن كان بأوروبا بجوز أصعب، لأنه الشيء المقابل اللي عم يشوفه الطفل هو عم يشوف بعينه حضارة وشيء، وحتى بالمدرسة عم يتعلم مثلا بأوروبا بدهم، هن ما بيفرقوا انه هذا ولد مهاجر، انا ما حاحكي له عن 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 السويد مثلا او عن المانيا، بدهم يحكوا لهم، بده يغزوا فيه محبه وطن. فنحن دورنا نحن بيرجع كاهل، بسموا دائما ببلاد المهجر لازم المهجرين يشكلوا ما يسموه كانتونات، تجمعات لهم يمارسوا فيها عاداتهم وتقاليدهم والشيء اللي خاص فيهم. وهذا الكلام موجود بكل بلاد اللي بيهاجروا فيها، واغلب المهاجرين بشكلوا هاي الكانتونات بحيث الهدف منها يحافظوا على هالشيء اللي تفضلتوا فيه، انه اكلي، شربي، كيفيه علاقاتنا مع بعض، كيف نحن منزور بعض بالعيد، كيف نحن منساوي. فتشكيل هاي التجمعات كثير مهم ببلاد الغربه. شكرا كثير لك وعلى النصائح الحلوه. محمد اياد تركاوي، اختصاصي تربيه ونفسي، كنت معنا بصباح سوريا. العفو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.